السلام عليكم. هلا اليوم بدي ابلش اشرح ايش السيريبرم. تمام. هسه بشكل عام بالمحاضره اللي قبل بالانترودكشن ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي، بس هي اشياء اساسيه انت تكون حتى انك تقدر تقدم لقدام، فهمتوني كيف؟ هسه رح نفهم الاشي كثير 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 كويس. تمام. هلا لما حكينا عن اجزاء الدماغ، شو حكت ايه عن اجزاء الدماغ؟ حكينا تكون من سيريبرم، حكينا تكون من سيريبيلا، حكينا تكون من سيدنسيفالون، حكينا تكون برينستيم. تمام. هلا السيريبرم، تمام، اليوم بدنا نحكي خلينا نمسك كل جزء جزء ونشرحه هو شو هو. تمام. السيريبرم عبارة اسمه المخ، هو اكبر جزء بالدماغ، اكبر جزء بالدماغ شو هو؟ المخ، هذا اللي قدامنا، هذا اسمه ايش؟ سيريبرم يا ايه. شوفي ما اكبره. تمام. هسه السيريبرم يا ايه تكون من جزئين، تمام، جزء يمين وجزء شمال. جزء يمين، هاي جزء يمين، هاي جزء شمال يا ايه. تمام. اكبر جزء بالدماغ شو هو؟ يتكون من اربع اجزاء: سيريبرم، سيريبيلم، دينسيفالون، برينستيم. تمام. سيبكم من اجزاء شو هاي شو هاي، لا خلينا نحكي احنا هسه عن السيريبرم. اكبر جزء هو الاب الكبير الماستر. تمام. اكبر جزء يا ايه بتكون من جزئين: جزء يمين وجزء شمال. طيب ماشي. طب شو اسماء هذول الجزء اليمين والجزء الشمال؟ احنا بدناتهم احنا بالضبط كيف احكي يمين وشمال؟ اسمهم سيريبرال هيمسفيرز. سيريبرال هيمسفيرز. لو بدي احكي عن الجهه اليمين شو بدي احكي؟ ليفت رايت سيريبرال هيمسفيرز. لو بدي احكي عن الشمال ليفت سيريبرال هيمسفيرز. اذا البرين كنت the largest part of the brain is cerebrum. يتكون من two hemisphere left and right hemisphere. تمام. هسه بشكل عام طبعا شو اللي بفصل بين الجزء هذا اليمين والجزء الشمال يا آية؟ بفصل بينهن عبارة عن زي ما تحكوا شق. هاي شايفين هاي شق، صح شق ولا بالشق؟ يعني عبارة مش ملتصقة في بعض، بتكون بفصل بينات الاشي بالنص اسمه ميديان لونجتيودينال فيشر. ميديان لونجتيودينال فيشر. ميديان لونجتيودينال فيشر. اذا brain the largest cerebrum two hemisphere right and left. هذا يمين مثلا، هذا شمال. اوكي. هاي شو بدك؟ هذا شو هذا اسمه؟ ميديان لونجتيودينال فيشر. فيشر بكون عميق مش زي السلكس. السلكس بكون ايش؟ ها يعني ها سلكس خفيفه. ميديان فيشر عميق، شق عميق يعني نوعا ما، صح؟ ميديان بالنص. The two cerebral hemispheres are connected by bundle of fibers called the corpus callosum. هسا أنا قدامي حكينا إنه هو بفصل بين إيش؟ هو two cerebral hemispheres يمين وشمال. تمام. هسا شوفوا جوا شايفين هاي جزء اللحم اللي جوا؟ هاي fibers. تمام. هاي fibers بتوصلهم من جوا بس من تحت زي ما تقول باطنه. تمام. شو اسمها؟ corpus callosum. corpus callosum بتفصل بين ال two hemispheres right and left. الفشر اللي من فوق اسمه هذي ميديان لونجتيودينال فشر. corpus callosum عبارة عن إشي قطعة من الفايبرز بتوصل بين رايت اند ليفت. تمام. ان شاء الله تكونوا فاهمينها. شايفينها؟ شوفوا هاي لونها ابيض. شو هاي؟ شايفين ابيض؟ هاي اسمها فايبرز ميديان الكوربس كلوزم. تمام. الفشر نفسها الشق اللي بينهم اسمه ميديان لونجتيودينال فيشر. اوكي. تمام. هلا ذا ستراكشر سيربرال هيمسفير. اوكي. هسه سيربرال هيمسفير بدي افوت على الستراكشره. تمام. دماغي انا كايه بدي افوت اشوف شو فيه. تمام. الجزء الخارجي شو هو؟ شو فيه من جوا يا ايه؟ تمام. كان هذا اللون. طيب هسه نفسه هاي القطعه مثلا، هاي القطعه. تمام. شو فيها؟ شو من جوا؟ شو من جوا؟ شو جواته فيه؟ شو من برا فيه؟ تمام. هسه الدماغ يا جماعه فيه منطقة سوبرفيشال وفيه منطقة ايش؟ ديبر. تمام. لجوا. بس المنطقة السوبرفيشال الظاهر علينا كلنا هذا اللون اسمه ايش؟ اسمه ايش هاي؟ اسمها جراي ماتر. تمام. اسمها ايش يا ايه؟ اسمها جراي ماتر. لونها رمادي. تمام. اسمها جراي ماتر. هاي الظاهرة على الجميع اسمها جراي ماتر. اوكي. تيجي يعني زي ما تحكوا مثلا سمكها من 2 ل 4 مليمتر، 2 ل 4 مليمتر، صغيرة جدا. سمكها قصير جدا جدا جدا. هاي الخارجية اسمها جري ماتر، هاي اللي بتغلف الدماغ، هاي الشيء البراني اللي احنا بنشوفه اسمها هي. شايفين هي لونها يعني زي ما تحكوا رمادي. هاي شايفين؟ هاي اسمها جري ماتر. تمام. سمكها من 2 ل 4 مليمتر. اوكي. بتغلفه. تمام. فورمز ذا سيريبرال كورتكس. هسا الجزء الخارجي اللي بغلف الدماغ الشكل هذا الخارجي، شايفين هذا؟ شايفين هذا اللون البني اللي على الدائرة ما يدور للدماغ اسمه سيريبرال كورتكس. تمام. يتكون من جري ماتر. تمام. وايش بتكون؟ من 2 ل 4 مليمتر. تمام. اوكي. هاي سوبرفيشال لاير يعني طبقه خارجيه. اوكي. هسه ديبر لجواتها في شيء ابيض. شايفين هذا الشيء ابيض؟ شايفينه ابيض؟ شايفين؟ ها هذا اسمه وايت ماتر. تمام. وايت ماتر. تمام. الجزء الخارجي ايش اسمه؟ سيريبرال كورتكس.
ماتر. الجزء الداخلي ايش هذا الابيض شو اسمه؟ وايت ماتر. سيريبرال كورتكس من 2 ل 4 ملي متر. اوكي دي برضه ذكرت اكسون رانينج تو اند فورم ذا سيلز ذا اوف ذا كورتكس فور اكستنسيف ماس وايت ماتر. تمام. هسه هسه شو هي الجري ماتر او الوايت ماتر؟ انا بدي احكي لكم الاول هيك بعد زي ما حكيت لكم او بعدين. هاي عباره يا جماعه عن تجمع من النيورونز. تمام. بتكون على بهاي الطريقه اللي من برا لونها رماد اسمه ايش؟ بتكون جري ماتر. اللي من جوا ايش اسمها؟ وايت ماتر. تمام. في شيء مايلينيتد ان مايلينيتد هاي راح نشوفه لقدام. اوكي الديبر وايت ماتر والخارجي جري ماتر 2 ل 4 ملم. اوكي هسه جواتهن. تمام. جواتهن في منطقه شايفينها هي باشر هون انا شايفينها هاي المنطقه. تمام. زي ما تكون منطقه مدفونه جوات الدماغ نفسه ايش اسمها؟ اسمها البيزل جانجليا. تمام. بيزل جانجليا هي عباره عن تجمع من النيوكلياي. تمام. نيو كولكتيف بيرت وذين ذا وايت ماتر جوات الوايت ماتر يعني بتكون مدفونه جوات الوايت ماتر بهاي اسرع الخارجيه وجري ماتر جواتها وايت ماتر جواتها هاي النقطات الكبار هاي شايفينها هاي اسمها ايش اسمها يا جماعه اسمها بيزل جانجليا. تمام. نمبر اوف نيوكليار ماسس يعني نيوكليار ماسس كولكتيفلي نون از بيزل جانجليا. تمام. هي فيها النيوكليار هي عباره عن نيوكليار ماسس تسمى ايش بيزل جانجليا. راح تشوف الفانكشن لها في المحاضره سوا إلها دخل بالفلتريشن يعني فلترة. The cavity of the hemisphere is called lateral ventricles. سجوات الدماغ جوات الدماغ جواته حكينا فيه تجاويب. شو التجاويب اسمها يا آية؟ lateral اسمها إيش اسمها في اسمها ventricles. تمام. بتنتج ال CSF هن أربعة two left ventricle one third ventricle one fourth ventricle هم أربعة. تمام. أوكي إحنا إذا جبنا fresh brain يعني جديد مش إنه مثل حنطينه كأنه راح نشوف سوبرفيشال اللي هي جري نسميه جري ماتر. اوكي ديب ماس اللي هي ايش وايت ماتر. اوكي تمام. هسا ما حبيتش احكي لكم شو يعني يعني اسمه بنسى الصراحة. اوكي عشان هيك بتلاقيني دارسة والله وبنسى ف سوري. طيب هون اوكي هسا شوفوا يا جماعة ال انا هون. اوكي الجري ماتر شو هي؟ عبارة عن شو؟ حكينا هي نيورونز. تمام. بس هي شو بتتكون بالضبط؟ شو مشو بتتكون من سيل بادي ودندرايتك سيلز. لما حكينا اجزاء نيورون سيل بادي واكسون دندرايتك هي الزواد الشجري. هون شو في الجري ماتر؟ بس عباره عن سيل بادي وايش والزواد الشجري ما بدنا بالنص ما بدنا اكسون. تمام. اذا بتتكون من سيل بادي اند دندرايتك مينلي. تمام. الوايت ماتر شو بتتكون يا ايه؟ بتتكون عباره عن اكسونز عليها مالينيتد يعني مالينيتد. تمام. اذا هلا بشكل عام العصبون هي البادي سيل بادي هاد اكزون هاد دندراتكس. تمام. البادي والاكزون دندرا هذول ثلاث اجزاء للعصب والنيورون. تمام. هسه الجري ماتر اللون الرمادي بتكون من اللي هي ايه من السيل بادي والدندراتكس اللي هي الزواج الشجريه. طيب يا ايه الوايت ماتر هذا الابيض شو من ايش بتكون؟ بس من اكزونز من اكزونز مايلينيتد اكزونز مايلينيتد اكزونز. شو يعني ايه؟ يعني اكزونز عليها مايلين شيث. حكينا المايلين شيت تيجي من اوليغودندروسايتس تيجي من ايش كمان يا ايه؟ من شوانسل. اوكي بس انا بالسي ان اس ايه بالبرين وبالسباينال كورد. اذا شو يعني؟ يعني بتيجي من ايش؟ من اوليغودندروسايتس. اذا بدي احكي عن البي ان اس عن النوم بتتيجي من شوانسل. تمام. اوكي مايلين شيت يلي موجود داخل السي ان اس اسمها مش شوانسلز اسمها اوليغودندروسايتس. هي نفس الحكي اللي حكيت لكم اياه. اوكي والبيسل جانجليا يا جماعه عباره عن تجمع من نيوكلياي مغموس داخل ايش؟ البرين. تمام. زي كتل كتل تاني يمين شمال وفي لها اجزاء يعني هي عباره مش راح نكتفي قال انه هي اجزاء كوديت بيوتامين ابصر شو هاي لقدام راح يندرس عادي يعني او دفعتي ان شاء الله تكونوا تسمعوني. هلا بشكل عام حكينا تجمع نيورونز تجمع الاعصاب نيورونز لما تكون بدماغ شو لازم احكي لها نيوكلياي. تمام. بس هون حاكين بيزل جانجليا هو غلط المسمى حكى الدكتور ايمن انه غلط لازم احكي بيزل نيوكلياي بس هم حاكين بيزل جانجليا لان تجمع الاعصاب داخل الدماغ بحكي النيوكلياي تجمع الاعصاب خارج الدماغ يا اي شو بسميه جانجليا. اوكي بس هو وي هاف تو سي بيزل نيوكلياي. اوكي هاي الدماغ من جوا جايبينه فاتحينه عشان احنا نرجع يعني نستذكر اللي حكيناه. تمام. حكينا في جري ماتر الخارجيه بتكون من سيل بادي اند دندرايتكس اي. حكينا الوايت ماتر هاي الطبقه الداخليه بتكون من اكزونز. تمام. مايلينيتد اكزونز يعني لها مايلين شيث. اوكي حكينا هاي الفنتريكلز حكينا في عندنا اربع فنتريكلز شو هم التجاويف هي بالدماغ اربعه تو ليفت وان يعني ليفت اند رايت وفي واحد اذا ثيرد فنتريكل في فورث فنتريكل. اوكي
وحكينا البزنجانية عبارة عن طبق يعني إشي يعني mass of nuclei collection of nuclei مغموس داخل البرين. سريبرال كورتكس عبارة عن الغشاء الخارجي للدماغ superficial layer اللي حكينا باثنين لأربعة ملي متر. تمام، حكينا بتتكون نفس الخارجي اللي حكينا عن تتكون من تكون من cell body and dendritic تمام outermost layer of gray matter making up the superficial aspect of the cerebrum. تمام، cerebrum هو the largest part بتكون من two hemispheres الفشر اللي بيناتهم بيسمى medial longitudinal fissure والبرز اللي بربط بين الرايت مسير عن ليفت مسير إشي اسمه كوربس كالوزوم. هاي هي شايفينها the superficial layer of gray matter is irregular. جماعة هسه نطلع على الدماغ منتظم، لا مش منتظم يعني هيك زي معجق صح، شايفين كيف شايفين هيك هي يعني مش منتظم irregular and it has elevated fault called gyri single اللي هي singular gyrus. تمام، هسه بشكل عام الدماغ تطلع عليه بتكون بتكون irregular بكون يعني عادي هيك أشكال مش منتظمة. تمام، بتكون من أشياء بتحسها صح أشياء هيك بارزة وأشياء بتحسها داخليها هاي أشياء إيش هاي أشياء لجوا. تمام، الأشياء البارزة شو بسميها جايراي، هاي شايفين هذا الإشي الجبارز هاي لأن حددت عليه مثلا هاي شايفين حوطه اسمه جايراي إشي بارز يعني هاي إشي طالع. تمام، الانتناءات اللي بيناتها زي ما تحكوا مثلا هاي المجريات اللي بيناتها إيش اسمها سلكاي. تمام، سل كاي او سل ساي اوكي جايراي جايراي عباره عن جمع جمعهم هي عباره عن شيء الليفيتد الشيء البارز من الدماغ اللي انا بشوفه هي جايراي هي هي الراس هي الشيء كبيره الفاصل اللي بيناتهم ايش اسمها سل ساي اوكي السلسس السلكس عباره عن مفرد السل ساي اوكي والجايرس عباره عن مفرد الجايراي اوكي. هسه بحكي لك سبحان الله هسه بحكي لك 70% من يعني بحكي هسه بشكل عام ليش هو بيكون فيه مثلا فولز ليش بيكون فيه مثلا اشياء مثنية بعضها اشي ملفوف بعض ليش عشان ازيد السيرفيس اريا فهمتوا كيف يعني انا حتى اكبر المساحه فهمتوني بس بطريقه انها يعني اني استغلها. ايوه بالضبط سبحان الله نفس الشيء الكولون اللي هو السمول انتستين صح ملفوف وابصر ايش وفيها كذا وفيها كذا صح نفس الشيء البرين to maximize the surface area of the cerebral cortex. تمام، cerebral cortex هو superficial layer. تمام، cerebral cortex كورتكس سوبرفيشال من 2 ل 4 مليمتر يا ايه اوكي جري ماتر سيل بادي اند دريتكس اللي متبع معي مركز معي يعني من بعيد فهمتوا about 70% is hidden within the depth of cerebellum. سبحان الله بحكي لك 70% من المساحه اتوقع يكون هيدن داخل السل كاي سل ساي اوكي يعني في مساحه كبيره سيرفس اس جماعه سيرفس اوف ايتش سيربرال هيمسفير جماعه طلع الدماغ في له ايش في له اسطح وقسم الى ثلاثه اسطح لاترال ميديال انفيرير لاترال ميديال انفيرير هاي اللي بتطلع عليها ايش هاي اللاترال اول ما تطلع عليها هيك طرف وشايفين كيف اسمه لاترال لما بدي امسك حكينا السيربرم تمام تكون من رايت اند ليفت هيمسفير تمام هسه لو بدي اطلع عليه هيك من برا كسيربرم نفسه بكون لاترال تمام لو بدي امسكه اقص بالنص من ميديان لونجيتودينال فيشر واطلع على هاي الجهه شو اسمها ميديان سيرفيس تمام لو بدي اطلع عليه من تحت امسكه اقربه اسمها انفيريور سيرفيس لاترال سيرفيس سوبيريو لاترال يعني بكون يعني زي سوبيريور لاترال تقريبا يعني زي علوي ولاترال تمام جانبي بكون كونفكس تفت ذا سكال كاب سبحان الله بكون يعني محدب كونفكس حتى انه يناسب السكال كاب شكل الدماغ شكل الجمجمة. الميديال سيرفيس هيو شايفين ميديال يعني لما اكسم بالنص اشوف لا شو بشوفه فلات ام فيرتيكال بكون فلات مسطح وفيرتيكال عمودي على فاكس سيربري اند ميديال لونجيتودينال فيشر اوكي الانفيريور اللي هاي هي بالنص انا بقص منها تمام inferior surface شايفينها كيف divided into orbital and tentorial part الجزء الامامي بسميه orbital part يعني هذا اللي بيكون يعني من الامام والtentorial هذا بيكون الجزء الخلفي اوكي الانتيريور تو ثيرد نسميه orbital ليش نسميه لانه موقع اوكي الاي يعني orbit اوكي مدارها بس شو tentorial مش شوفي هسا شوفوا هاي درس lateral view of the left half of brain اوكي مش كله نصه اوكي هاي بوستيريور هاي سريبلم هذا المخيخ وهذا الدماغ هاي دورسال انتيريور افنترال اوكي هاي ميديال فيو قصوا بالنص من الميديال لونجيتودينال فيشر في عندنا كوربس كالوزم هاي بتكونكتد تو هيمسفير رايت اور ليفت اوكي
dorsal anterior posterior ventral. شوفي هاي الفنترال بيو مسكته اوكي ومن تحت يعني فهمتوا هذا المخيخ هاي هون تنتوريال ايش اسمه هذا اللي قدام هاي كنا اوربيتال the pulse of the cerebral hemisphere جماعة هسه اقطاب ال cerebral hemisphere جماعة ثلاث اقطاب frontal temporal occipital frontal هو عبارة عن القطب الامامي هاي الجزء الامامي اللي من الامام اللي انا بطلع عليه ها هذا temporal اللي يعني تقريبا حد الاير مثلا عند temporal bone اوكي هذا الاوكسيبتال الخلفي بحكي لك الفرونتال اد انتيرور اند اوف ذا فرونتال بول بون هسه في عندنا هاي مثلا هاي بون تمام انتيرور انت يعني هاي قصدهم بالامام هاي انتيرور اند اوف ذا فرونتال بون في الفرونتال لوب لوب التمبورال حكونا شوف انتيرور اند اوف ذا تمبورال لوب هاي التمبورال لوب تمام هاي الانتيرور اند بالنسبه لها لانها هي تمبورال هون الاوكسيبتال شو حكوا الاوكسيبتال هاي اوكسيبتال مثلا ات ذا بوستيرور اند اوف ذا اوكسيبتال بون لوب خلفها posterior of the to the occipital border الدكتور حكى ماتش مع يعني انسوكم منهم ما نسيت منهم تمام هسا loop of the cerebral hemisphere loop شو يعني جماعة أجزاء يعني loop in part قطعة فهمتوا كيف هسا cerebral hemisphere أنا شو حكيت كنت أحكي عن آية هون كنت أحكي أوكي cerebral hemisphere أحكي عن نص نفسه تمام يعني بحكي عن نص مش كل السيريبرم بحكي عن نصه يا اليمين يا اليمين يا الشمال اوكي ايتش هيمسفير از ديفايدد انتو فور لوب تمام فرونتال بارايتال تمبورال اوكسيبتال تمام اذا كل جزء يعني حكينا الدماغ تمام السيريبرم نفسه تكون من تو هيمسفير مثلا انا مسكت الرايت هيمسفير قسمته بدي اقسمه لاجزاء بقسمه لاربع اجزاء ونفس اللي على اليمين حكون على الشمال بقسمه الفرونتال اماميه parietal, occipital, temporal تمام؟ لما أحكي frontal loop بناء على إيش؟ على frontal bone يعني بتكون بالأمام صح بالدماغ أمام دماغنا بنلاقي frontal bone على الجنب من عند الإير بنلاقي شو temporal parietal بتكون هاي لفوق connected frontal مع occipital صح؟ بتلتقي كمان مع اللي هي temporal تمام؟ insula هسه جماعة بشكل عام بيحكوا لكم أربع لوبات تمام؟ بس في دراسة في علماء بيحكوا هم خمس لوبات ليش؟ هسه بحكي لك انت آية تعالي امسك هاي المنطقة شوفوا ركزوا معي التهمون هاي المنطقة شايفين بتوين هاي فيها السايليفيان فيشر تمام؟ هاي اللاترال سلكاي عبارة عن سلكاي حكينا انه زي الشق تمام؟ لو بدك تفتح هاي المنطقة بتلاقي منطقة جواتها اسمها الانسيولا تمام؟ اوكي؟ هاي الانسيولا لها دخل بالسلايفيشن وابشر ايش مش عارف يعني اشياء هيك فبحكي لك في بعض العلماء اعتبروها منطقة تمام هم فور لوب بس في بعضهم اعتبروا الانسولا انها فايف لوب اوكي هسا خلينا نيجي على الدماغ شوي بس اوكي طيب ها هاي الفرونتال لوب هاي البرايت لوب هاي الاوكسيبتال هون تلاقي التمبورال رح تلاقيها للجهة الثانية انت الجهة الثانية تمام الانسولا بتكون جواتهم لو بدي افتحها تمام اوكي التمبورال هاي التمبورال هاي الاوكسيبتال هاي البرايتال هاي فرونتال هاي الانسولا لما فتحنا هاي شايفين هاي الانسولا لها دخل بالسلايفيشن وهاي القصص هون افتحوا اللاترال سلكس تمام لدي بلاقي الانسولا هاي الانسولا بالنسبه للدماغ شايفين هذا الجري ماتر اللي الخارج السوبرفيشال لاير هذا الوايت ماتر جواته شو بلاقي مغمس فيها يا ايه بلاقي مغمس فيها البيزل جانجليا تجمع في نيورونز يس ولا اصح لازم احكي ايش بيزل ايش نيوكلياي صح ولا مش صح شايفين هاي الانسولار لوب اوكي هسه الميجر سلكاي اوكي هسه بشكل عام حكينا في جيراي وفي سلكاي الجيراي هاي الاشياء الليفيتد السلكاي عباره عن هذول يعني الشقوق هاي كلكم اكيد وصلت لكم معلومه السلكاي انه الخطوط لا غلط ميجر سلكاي ذات سبريت لوب بس يا جماعه في سلكاي اساسيه كبيره هو ملان شايفين قديش في شقوق هيك تمام في اشياء اساسيه بحيث انه انا لما بدي اطلع عليها بدي لما بدي اشوفها واطلع عليها واحددها راح اقدر احدد اللوب يعني انا كيف بدي افصل الفرونتال لوب عن البارايتال لوب عن طريق هاي السلكاي اسمها سنترال سلكاي اساسيه بتجي بالنص تمام كيف بدي اوصل الفرونتال والبارايتال عن التمبورال عن طريق هاي السلكاي اسمها ايش هاي حكينا لاترال سلكاي ونفسها حكيناها فوق شو هي
سانيفيل صح ليس سليفيان سليفيان سلكاي تمام. هسه اول سلكاي هي بدك تدرسي عنها ايش هي اسمها اللي هي ايش السنترال سلكاي هيها بلاقيها بالنص between the frontal and the parietal separate frontal in front from parietal behind parietal behind the frontal شو بلاقيها سنترال سلكاي هيها السنترال سلكاي هذا ايش هذا اسمه هاللاترال فيو شايف هاي السنترال فيو صح هاي ميديال فيو تمام لاقي هون الفرونتال لوب هاي البرايتال لوب هاي الفرونتال هاي البرايتال لاقي السنترال سلكاي بالنص بيناتهم تمام. اللاترال سلكاي هاي هي اللاترال هاي شايفينها الساليفيان اللي هي نفس الساليفيان تفصل الفرونتال والبرايتال عن التمبورال سبرات بين فرونتال ان برايتال عن التمبورال. البرايتو اوكسيبتال لوب يا جماعه هاي بحكي لك كأنك قرات انه هي ما بتكون مبينه غير البرايتو اوكسيبتال لوب ما بتكون مبينه هيك يعني شوفوا لما احمل زي هيك واشوف بدي اشوف السلكاي ما بلاقيها ما بلاقي البرايتو اكسبتر سلكاي غير لما اروح على هون بلاقيها هون يعني لما باللاترال فيو انا هيك قرات ما بشوف ما بشوف البرايتو اكسبتر سلكاي بس انا بشوف البرايتو اكسبتر سلكاي عن طريق الميديال فيو فهمتوها فهمتوها اكيد ان شاء الله تكون فاهمينها يعني ايوه هيا وين هي طب وين موقع البرايتو اكسبتر هيها برايتو اكسبتر برايتو اوكسيبتال سوري ليش لانها بتفصل بين البرايتال والاوكسيبتال لوب هيها برايتال يعني بالنسبه لللوب والبونز اوكي اتس فاوند ان ذا ميديال سيرفس اوف ذا هيمسفير بتوين برايتال اند اوكسيبتال اوكي. طيب فرونتال لوب هسه رح نحكي عن كل لوب تمام ضروري تكون عارفين يعني صراحه شو فيهم عشان ايش يا ايه عشان تيجوا لما نحكي عن الاريا اوف ذا برين تكونوا عارفين. هل الفرونتال لوب بحكي لك the precentral sulcus runs parallel to the central جماعة شو حكينا حكينا في هون ايش اسمه ايش اسمه central sulcus هيا بالنص شفتوها تمام في ايش اسمه precentral يعني قبلها pre قبلي ها وفي ايش اسمه post central تمام اذا precentral هاي post central اوكي between the precentral and the central شو بلاقي اي بلاقي precentral جايروس شايفين هذا الاليفيشن هذا كله هذا يعني بيناتهم الاليفيشن شو اسمه هذا الجبل اسمه بري سنترال جايروس اوكي هذا شو اسمه هذا بوست سنترال جايروس اوكي شو حكيت بري سنترال رانز بارلل موازي للسنترال سلكس بري سنترال لايز بتوين ذا بري سنترال سلكس اند ذا سنترال سلكس يعني بتوين الجايروس ها حكينا شو وين بري سنترال جايروس حكينا بتوين السنترال سلكس والبري سنترال سلكس هاي السنترال هاي البري سنترال بتوين شو يعني لا اراد شو راح يكون بيناتهم بري سنترال جايروس يعني سهل مش هل اسمه يعني من المعنى يعني سوبيريور انفيريور فرونتال سلكاي ديفايدد ذا ريمايندر اوف ذا هسه بدايه هسه الفرونتال لوب احنا بنحكي الفرونتال بتيجي من السنترال لوب وهيك هاي اسمها الفرونتال لوب فهمتوها كيف هسه حكينا انه فصلنا هون في جسم بري سنترال هسه لقدام كمان يعني ما تبقى من الدماغ بفصلوا عن طريق السوبيريور فرونتال والميدل فرونتال والانفيريور فرونتال تقسم هاي شوفي مثلا في عندك سلساي تمام اسمها هاي سوبيريور فرونتال سلساي هاي اسمها مثلا ميديال فرونتال سلساي هاي انفيريور فرونتال سلساي هذا يعني بفصلن ما تبقى من الفرونتال لوب تمام هسه الانفيريور فرونتال سلكايا ايا بتفصل هاي هي منطقه تمام هاي الاريا كامله فهمتوها عجبت عدلي عشان هيك بدل امسح اذا حكينا السوبيريور فرونتال هاي ميديال فرونتال تمام مش عارف صراحه شو بالضبط هاي الانفيريور فرونتال تمام سلساي تمام فراح تطلع لي جايروسات اوكي هسه الانفيريور فرونتال يا جماعه تقسم الى ثلاث اقسام اوربيكولار تمام تريانجولار اوربيتال تمام اوربيكولار اوربيتال هيا شايفين هاي منطقه اسمها اوبريكولار هاي اللون تبع اللون الاصفر طيب هاي منطقة ايش اسمها تريانجولر زي المثلث شايفينها هاي مثلث هاي مثلث اسمها تريانجولر ها شايفين بدي احطهم تريانجل هاي اللي ما تبقى شفنا اوربيتال هي امامية زي اوربيتال يعني هاي محايد الاوربيتال يعني ايو كذا فهمتوها اوكي هسا شو حكينا اوكي حكينا superior frontal divided in the reminder of superior middle inferior gyri حكي هاي superior gyri هاي middle والما تبقى inferior inferior نفسه بمسكها بقسمها تمام لا ايش opericular triangular and orbital فهمتوهن
هاي اوبريكولار اسمها، هاي اسمها تريانجولار، هاي اسمها اوربيتال. مهمة ضرورية جدا عشان تعرف انه الاوبريكولار والتريانجولار بيسموهن البروكس اريا، ده قدام رح تعرفوهن. محاضرة اللي ورا هاي. The inferior frontal gyre invaded the anterior horizontal and ascending rami lateral saccade bending. اوكي قصدي احفظوهن انه هاي كذا كذا كذا، الانفيريور فرونتال تقسم الى كذا وكذا وكذا، تمام. هذا هو شرح زملائنا الله يجزاهم الخير، اقرأوه ترى كثير منيح. حكينا بريسنترال جايروس وبريسنترال سلساي، حكينا سوبيريور فرونتال سلساي وانفيريور فرونتال، حكينا سوبيريور ميدل انفيريور. طبعا يعني هذه الاشياء اكيد ما راح تكون دقيقه، انا بس انه يعني فهمتوني يعني انه حدود الحدود وكذا. وهون حكى ايش؟ حكى سوبيريور انفيريور فرونتال سوبيريور ان انفيريور فرونتال. اوكي لا سوري، يعني سوبيريور وانفيريور، تمام. هاي الميدل فرونتال جايروس اكيد مش راح يكون يعني راح يكون في عندي توصل كاي توصل ساي ثري جايروس، صح ولا لا؟ يعني انا في عندي ها هيك هاي جبل هاي جبل هاي جبل بين ايش بينهم ايش نهرين. اوكي اذا سوبيريور اند انفيريور، سوري يعني احيانا الواحد بالحكي بتاخذ يعني. طيب البرايت اللوب، هاي البرايت اللوب الجانبيه، هيها يا ايه ترى مش مؤشر مبشر حالي وبحكي هيها، سوري يعني. هاي البرايت اللوب يعني يا جماعه اللي مثلا هاي السنترال، خلاص انت عارف من السنترال راح تلاقي هاي ايش، هاي البرايت هاي البرايت تقريبا انا يعني ما الله اعلم تقريبا، تمام. ذا بوست سنترال سلساي، اسف هنا بوست سنترال سلساي حكيت لكم فوق اصلا دمجتها من اثناء الشرح الى الهاي، حكينا في بوست سنترال سلساي. هاي شو بتكون؟ بتكون بعد هيها ها، هاي في عندها السنترال، هاي البوست سنترال سلساي، هاي البوست سنترال جايروس، هاي اللي بدي الونها هسه باللون الاحمر، ها جايروس ها شايفينها، كلهم بكونون وين؟ هذول بكونون السنترال، السنترال سلساي هاي بتفصل بين فرونتال اند بارايتال لوب، تمام. البوست سنترال سلساي يا ايه بتكون بعد السنترال يعني وراء، تمام. هاي الفرونتال قدام السنترال، هون بلاقي بري سنترال، هون بوست سنترال. اوكي حكينا هون في ايش بري سنترال، هي بري سنترال سلساي بتوين السنترال اند بوست، سوري بتوين السنترال بوست سنترال، شو بشوف؟ بوست سنترال جايروس. اوكي انترا بارايتال ديفايدنج ذا لوب انتو ذا سوبيريور انفيريور بارايتال لوب، تمام. في عندنا انترا بارايتال سلكس يا جماعه، هيها هسه داخل البارايتال لوب نفسها بلاقي انترا بارايتال، انترا بارايتال ايش سلكس، هيها شايفينها هيها، تمام. شو بتفصل يعني؟ اسمعوا مثلا احنا هنا احنا جينا على الجزء الخلفي، حكينا هاي ايش، هاي السنترال سلساي، حكينا هاي البوست سنترال سلساي، هاي البوست سنترال جايروس. ايه اوكي خلاص تمام، انا هون بالبرايت اللوب، ها برايت سوري، انا هون بالبرايت اللوب سوري كتبتها غلط عارف هاي، تمام. هسه في انترا برايتال تلكاي، هاي بتكون بالبرايت اللوب من وراء بعد البوست سنترال، هاي بتقسم البرايت اللوب لسوبيريور وانفيريور، تمام. شو حكينا هون؟ هون شو بحكي لك؟ هي سوبيريور اند انفيريور بارايتال لوب، تمام. ذا انفيريور بارايتال هسه يا جماعه في شيء اسمه سوبرا مارجنال جايروس وانجلر جايروس. سوبرا مارجنال سمول جايروس سراوندينج ذا ابر اند اوف ذا لاترال سلكس، هيها سوبرا مارج، هي سوبرا مارجنال جايروس، تمام. سوري دقيقه بس، هاي سوبيريور هاي انفيريور بارايتال لوب، تمام. The inferior parietal lobule shows two arch، يعني هاي المنطقة inferior parietal هاي 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 اوكي فيها two arch. اوكي supramarginal وفي عندنا angular. supramarginal small gyrus surrounding the upper end of the lateral sulci، سوري خليني اشوف بس والله شكل الواحد بنسى. شوفوا هاي supraparietal lobule اتفقنا عليها، هاي هاي ايش هاي كنا inferior parietal، تمام. هسه inferior احنا خلينا supra parietal superior parietal خلينا فوق لحال ما بدنا نصير، تمام. نيجي على inferior parietal، هاي هاي inferior parietal يا جماعة، تمام. تقسم لقسمتين supra marginal و angular، تمام. هاي supra marginal، هاي supra marginal اسمها، هاي الangular. اذا حكينا superior parietal و inferior parietal. inferior شو فيها؟ فيها supra marginal و angular، سوري تمام يعني بعتذر على حن واحد بتشوش.
supramarginal small gyrus surrounding the upper end of the lateral sulcus. Angular small gyrus surrounding the upper end of the superior temporal sulcus. هاي بتكون بالتمبورال، هاي بتكون ايش هي اصلا هذه اللي هون راح تكون temporal loop. تمام، اذا parietal loop تقسم بعد central وورا خلف. تمام، راح الاقي post central sulcus. between post central sulcus و central sulcus راح الاقي post central gyrus اي صحيح. وبعد post central gyrus sulcus راح الاقي هون، شوفي بحكي لي post central راح الاقي انترابرايتر سيركس. انترابرايتر راح تقسم لي البرايتال لوب لجزئين، جزء سوبيريور وجزء انفيريور. انفيريور بتكون من شغلتين، سوبر ماركينال وانجولار. تمام، هذول المهمات بالليجنس راح نشوفهم. تمام، فهمتوها؟ فهمتوها. التمبورال هينا ترى خلصنا يعني تقريبا. التمبورال هي هي العجب. تمام، تكون شو التمبورال؟ هي سوبيريور انفيريور تمبورال سلساي. تمام، هاي سوبيريور تمبورال، هاي ميدل تمبورال، هاي انفيريور تمبورال. تمام، تمبورال هاي اللي تقريبا حد الاير يا جماعه، هاي شايفينها يعني مش هي العجم عجم. تمام، giving to arise to superior middle inferior temporal gyri. تمام، جايراي. تمام، ترانسفيرس تمبورال جايرا. هاي يا جماعه في شيء اسمه ترانسفيرس تمبورال جايرس on the superior aspect of the temporal loop. الانسولا اوكي، هسه انت بس تيجي تمسح شوفي صح، حكينا الدماغ كم لوب اي يتكون فرونتال برايتال اوكسيبتال اند برايت فرونتال برايتال اوكسيبتال تمبورال اربعه صح. بس في بعض ما بيحكوا الانسولا انها كمان ايش، انها هالانسولا انها عباره عن ايش، عباره عن لوب بس لسه بتشككوا خمسه ولا مش خمسه. تمام، هسه يا جماعه من التمبورال لوب اجينا على التمبورال لوب قسمناها لا ايش لا قسمناها على طريق السوبريور انفيريور سلكاي الى سوبريور وميدل انفيريور جايراي. تمام، عن طريق شقين مقسمين لثلاث مناطق. تمام، هسه في ايش اسمه شق اسمه ايش ترانسفيرس تمبورال جايراي. تمام، هالشق هذا يا جماعه اذا اني انا بدي اجي اعمل شق عن طريق مثلا المشرط وافتح الدماغ بشوف من خلال الانسولا، يعني لو بدي افتحه زي هيك شو بلاقي؟ هاي الانسولا، هاي الانسولا شايفينها عن طريق اني انا فتحته. تمام، اسمه هيشلز كونفوليوشنز كمان. هسه ذا جايراي از الجايراي الانسولا بتكون هي عباره عن نفس اصلا جايراي اوكي، بتكون ديبث اوف لاترال فيشر. تمام، شوفوا هاي هون فاتحينه فاتحينه هيك. تمام، افتحوها من وين انا من وين انا قرات انه نفتحوا مثلا هذا الجزء انت حتى تكون عارفه. افتحوها هون شايفين، هون بروح على السوبيريور سوبيريور تمبورال. تمام، من هون بيفتحوا. تمام، بيفتحوا بتوين اللي هي البرايتال صح والتمبورال بلاقوا الانسولا. تمام، هاي هون لما فاتحين هاي الانسولا جوا، هاي ترانسفيرس تمبورال جايراي اوكي، هاي الانسولا، هاي الانسولا شايفين داخليه سبحان الله. اوكي، سلكاي انجر ذا ميديال سيرفيس. نرجع الميديال سيرفيس، حكينا عن سكول سيرفس، بدنا نحكي عن الميديال سيرفس ضلت صح؟ حرام ما نحكيش عنه صح ولا لا؟ هذا لما امسك الليفت اند رايت هيمسفير اقصه بالنص، لكن الميديال هيو هي زي شيء مسطح فلات فيرتيكال صح ولا لا؟ حكينا في شيء اسمه كوربس كروزوم ذا لارجست كومشور اوف ذا برين. هسه يا جماعه البرين اكيد شيء طبيعي انه يكون متصل مع بعضه باشياء صح ولا لا؟ بفايبرز. تمام، بكون متصل مثلا بين الجهه اليمين والجهه الشمال، بين الاشياء نفسها بنفس القطعه تلاقيها متصله ببعضها عن طريق ايش؟ فايبرز اوكي. هلا في شيء اسمه عندي كوربس كالوزم عباره عن فايبرز، اكبر فايبرز بتكون بالدماغ بلاقي اسمها كوربس كالوزم، من اسمه اصلا مبين يعني بعين مجرده بتوين رايت اند ليفت، يعني بوصل الجهه اليمين مع الجهه الشمال. تمام، هو اكبر اشي هذا تكون عارفه يعني ذا لارجست تكون مشهور اوف ذا برين. تمام، سنجولات جايرس شوفوا دقيقه بس شوفوا الستان طيب. السنجولات جايرس يا جماعه شوف هاي المنطقه شو اسمها، هاي المنطقه ها اسمها سنجولات جايرس. تمام، هاي اسم منطقه اسمها سنجولات جايرس راح تدرسوها بالليمبيك سيستم. تمام، فورم ان ارش اباف ذا كوربس كلوزم، يعني هي فوق الكوربس كلوزم، يعني الكوربس كلوزم راح يكون لتحتها من تحت الكوربس كلوزم وهي سنجولات جايرس. تمام، فوق الكوربس كلوزم بلاقي ايش؟ السنجولات جايرس. تمام، separated from the callosal sulcus from it by callosal sulcus. وين callosal sulcus؟ أنا بشوف على الرسمة callosal
كروزا سيركس. ايوه شوفوا هاي مثلا هون خلينا نحكيها هنا اللي هي الكوربس كالوزم مو مخاص قصور تمام فراح هاي بقايا تمام فوق بلاقي السنقلات جايرس تمام هاي الكوربس كالوزم كالوزل ايش هي كالوزل سلكس تمام بتلاقي عبارة عن تجويف اوف سلكس بتوين اللي هي بتوين اللي هي سنقلات جايرس والكوربس كالوزم تمام هاي من هون فاهمينها هسه the anterior end of the cingulate gyrus is continuous with subcalosal area هسه جماعة هاي في هالمنطقة اسمها ايش؟ subcalosal ايش؟ area يعني الاشي الامامي الـ anterior للكوربس cingulate gyrus ايش اسمه؟ بيكون منتهي بالـ subcalosal area هاي ما تكونوا عارفينها تمام؟ below the rostrum of corpus callosum في عندنا rostrum هاي لقدامكم ما تنسوكم منها صراحة انا هسه راح تشوفوها لقدام اوكي؟ بمحاضرتين جايات يعني اوكي below the rostrum of corpus callosum and its posterior end is continuous with parahippocampal gyrus at the isthmus هسه في عندنا شيء اسمه كمان parahippocampal gyrus هيها تمام وفيها جزء اسمه isthmus بكون منتهي فيها اوكي paracentral lobule paracentral is a continuous pre and post central gyri onto the medial aspect of hemisphere onto the edge of the central side paracentral lobule وين paracentral lobule هاي paracentral lobule يا جماعة بتكون between ايش هاي كونتاج of pre and post central gyrus صح كان في هون central gyrus كون في هون pre central gyrus في هون post central gyrus والبري بتكون تابعة للفرونتال لوب والpost تكون تابعة للparietal لوب between يعني فصلوا البري اند بوست عملوا paracentral gyrus فهمتوها the medial frontal gyrus في شيء اسمه medial frontal gyrus هاي شايفين زي هاي شايفين جزوهات شايفين هاد هيك اسمه ايش medial frontal gyrus in the front of the paracentral lobule هاي paracentral lobule في هنا paracentral lobule in front of it بلاقي ايش medial frontal gyrus برات اوكسبتال سلكس حكينا هذا ما بشوفه غير يعني بس افتح الميديا هاي شايفين حتى هم يعني بس بشوفوش غير بس افتح الميديا غير افتح اطلع ميديا لي عن الدماغ تمام برات اوكسبتال تمام هاي شايفينه هاي البرات اوكسبتال سلكس تمام كالكارين سلكس في شيء اسمه كالكارين سلكس وين كالكارين سلكس هاي كالكارين سلكس اوكي هاي في بريكيونس جايروس في بريكيونس جايروس وين راحت انا هاي في بريكيونس جايروس هاي اسمها هيك يعني جايروس اسمها هيك تمام هاي كيونس جايروس هاي كيونس هاي بلاقيها لينجوال جايروس لينجوال يعني زي اللسان فهمتوا اوكي معظم مضاف في الدماغ مسؤول عنها سيربرال كورتكس شنو كنا نحتاج جاري عشان زي السيرفس اي اوكي حكينا فوق صح سكن اوف ذا انفيريور سيرفس انفيريور سيرفس سهل يا ايه يعني سريع خلينا نحكي عنه انفيريور سيرفس بتكون حكينا اوربيتال اند تنتوريال تمام تنتوريال صح ولا لا هسه الاوربيتال بارت تمام هسه تشوفوا الاوربيتال بارت بريزنت ذا اوليفاكتوري سيركس اوكي هسه فيها شيء اسمه اوليفاكتوري سيركس ايش اوليفاكتوري اللي بتطلع فيها ريحات الشم تمام سيركس فيها الاوليفكات ما بعرف ما اوليفاكتوري ما بدي احكي لكم الاوليفاكتوري نيرف بمر من هون صراحه occupied by the olfactory bulb and tract فيها tract tract حكينا كمان تجمع من النيورونز in the brain okay فيها في هنا في عنا olfactory sulcus occupied فيها ايش فيها olfactory bulb and tract يعني غلط مش النيرف تمام olfactory bulb والolfactory tract بلاقيهم انا بالolfactory sulcus بالorbital part of the brain تمام الميديال تو ذا اوليفاكتوري سيركس بلاقي جايروس ريكتس هاي جايروس ريكتس شايفينها جايروس ريكتس جايروس ريكتس اوليفاكتوري سيركس جايروس ريكتس جايروس ريكتس تمام لاترال تو ذا اوليفاكتوري سيركس بلاقي ايش هذا الشكل اتش شيبد ها شايفين هاي الشكل اتش هايو اتش هذا حرف الاتش تمام اتش اوربيتال سيركس are seen between the orbital gyri anterior posterior anterior هاي anterior posterior middle lateral orbital gyri تمام هلا التنتوريال بارت وخلص هنا خلصناه يعني التنتوريال بارت هو الجزء الخلفي تمام the collateral sulcus وين هسه انا عجقة بالالوان تنتوريال بريزنت اوكي تنتوريال اوكي ذا كولاترال سلكس وان كولاترال سلكس اوكي شوفوا قديش انا هاي مش مسحتها
هسه في عندي الكولاترال سلكس، هاي الكولاترال سلكس شايفينها، هاي الكولاترال سلكس تمام. الكولاترال سلكس with its anterior continuation the renal sulcus تمام. هسه في continuation للكولاترال سلكس ايش اسمه، renal renal sulcus runs longitudinally بشكل طولي lateral to the parahippocampal gyrus. هسه في عندي parahippocampal gyrus تمام، lateral لها شو اسمها الكولاترال، هاي lateral لها، medial لها شو بلاقي هاي الشيء، هاي المنطقة تمام، lateral جنبها من هالجهة والميديال جنبها من هالجهة تمام، lateral لها شو بلاقي، بلاقي الكولاترال سلكس and anterior hook like uncus. بلاقي هاي الانكس، هاي شايفينها، هاي منطقة اسمها انكس، هاي باللمبيك سيستم اوكي، هاي الانكس، هاي باراهيبوكامبل، لاترلي لها شو بلاقي، اللي هي الكولاترال ساينس تمام. الاوكسيبت تمبورال سلكس، هاي اوكسيبت تمبورال يعني من اسمها اصلا الاوكسيبتال والتمبورال يعني اوكي، رنز فروم ذا اوكسيبتال بول تو ذا تمبورال، يعني الاوكسيبتال بول حكينا هذا بيكون خلفي تمام، هاي اوكسيبتال بول to the temporal pool and divided the remaining part of the tentorial surface to the into medial and lateral and occipital medial lateral occipital temporal gyri تمام. وبس خلص، هاي المحاضرة خلصت 47 slides.